وصبري وصبحك شكرا جزيلا، بشكرك اعزائي المشاهدين. خلينا نطلع لفاصل ونرجع نستقبل كباتننا الكبار كابتن هادي خشبه وكابتن مؤمن سيوان، نتكلم بقى نظره فنيه على ماتشات بكره ان شاء الله بعد الفاصل. من بعد المشكله اللي حصلت قبل مباراه الزمالك وعماد متعب بعيد خالص، فالناس بتقول فين عماد؟ يعني تقارير بتطلع عماد ما بيجيش التمرين، عماد مش موجود، عماد بره حسابات، فيا ريت حضرتك توضح للناس ايه الموضوع ده. عماد متعب طبعا غني عن التعريف، عماد متعب واحد من افضل المهاجمين اللي جم في تاريخ مصر، انا مش بقولها مجامله بس ده حقيقه، يعني سواء وانا بتفرج وانا صغير او لما لعبت او حتى الان لما تعد 3 4 مهاجمين جم في تاريخ مصر هيكون عماد ما حد فيهم يعني، فاحنا عارفين قيمته كويس جدا. ولكن هو اللي حصل انه الفتره بتاعت الكابتن زيزو الماتش الاخير بتاع بتروجيت واحنا قبل السفر على طول لبرج العرب في اسكندريه حصل اصابه في العضله الخلفيه، فهو ما سافرش معانا وقعد يتعالج في القاهره، الكلام ده قبل ماتش بتروجيت على طول يعني في ليله السفر بتاعت ماتش بتروجيت، وبعد كده برده كان بعديها على طول بيومين ماتش المقصه، فالماتشين كانوا ورا بعض واحنا حتى قعدنا هناك في برج العرب كملنا يعني المعسكر، فهو ما لحقش وسافرنا بعد كده الماتش بتاع ريكرياتيفو، فهو بعد ما عدنا احنا من بعد ما رجعنا من السفريه هو دخل معانا، يعني هو بقى له بالظبط حوالي 3 ايام. شريف اكرامي طبعا كان اتصاب في ماتش المحله ولسه بيعمل يعني في المرحله الاخيره في التاهيل، حسام عاشور اتصاب طبعا في مباراه المقصه في العضله الخلفيه، الامور بتتحسن معاه ممكن اسبوع ولا حاجه يكون تمام يعني. اخير بعد الماتش ده شريف ان شاء الله بعد الماتش ده يعني حسب راي الدكتور. بالنسبه لصالح جمعه بس حس بشد بسيط في العضله الضمه امبارح في التمرين كرياتيفو في انجولا، نتيجه ما كانتش او ما كانش جمهور الاهلي راضي عنها، يعني حضرتك كنت شايف المباراه ازاي؟ لا هي نتيجه يعني قبل المباراه مرضيه، اثناء سير المباراه او طبيعته يمكن البعض شاف النادي الاهلي كان في ايده فوز من السهل ان هو يتحقق، انما هي دي كوره عموما يعني، فانما ان شاء الله المباراه الثانيه ان شاء الله ربنا وفقنا فيها ونقدر نتخطى الدور دوت ونحقق فيها النتيجه المطلوبه، وفي نفس الوقت الثقه موجوده في اولادنا ان شاء الله ان هم يقدموا مباراه كويسه. انا ليا دور محدد كرئيس قطاع بأدي سواء بالنسبه لقطاع الناشئين او بالاكاديميات او الفريق الاول، وفي كل واحد مختص بالدور بتاعه، مستر مارتن مسؤول مسؤوليه كامله وشامله عن الفريق من الناحيه الفنيه، ومعاه الكابتن سيد هو المسؤول عن النواحي الاداريه، وانا اي نوع من انواع التعاون بقدر اديه على اساس ان انا حلقه الوصل ما بين الكوره الفريق الاول عن طريق الكابتن سيد وما بين مجلس الاداره عن طريق المهندس محمود طه. النصيحه اللي ممكن كابتن زيزو يوجهها للجهاز الفني المنتخب او رؤيه حضرتك لمباراه نيجيريا؟ لا انا اتمنى ان شاء الله ليهم التوفيق باذن الله، عندنا مجموعه كويسه جدا من اللعيبه في المنتخب، اعتقد ان مستوى الحافز او الدوافع موجود بقوه، لان احنا بقالنا فتره كبيره جدا ما حققناش بطولات تعودنا عليها وخلتنا اصحاب الرياده على المستوى الافريقي، اتمنى للاعبتنا ان شاء الله توفق في استعاده هذه الرياده مره ثانيه من خلال البطولات اللي جايه بدايه من هذه المباراه مباراه نيجيريا ان شاء الله.